رجعنا بعد الفاصل، واليوم احنا ضيوف على مريم المؤمن في على وتر القانون. احنا ضيوف عندك وانت راح اليوم تناقشينا باي شيء تبينه. صدق مساء الخير مريم، شلونك؟ منوره حبيبتي بوجودك. طبعا وايد اسئله قعدتي وتنسال. التزوير الجنسي وبقاء الجنسي، شنو العقوبه وشنو اللي راح يصير بعدها؟ أوكي. الحين طبعا امس اللي صار ان تم التصويت على قانون تعديل الجنسيه اللي هو خذ رفض تقريبا 36 عضو الى 27 عضو موافق. اول شيء هو شنو القانون؟ كان القانون انه يبون كاعضاء مجلس الامه يبون يقترحون ان تكون سحب السياده من الدوله او وزاره الداخليه بموضوع الجناسي واعطاها للسلطه القضائيه. انزين، فطبعا اتهموا اللي هم اعضاء مجلس الامه بين انت عنصري وانت طائفي، انت قبلي وانت وانت وانت، ويعني صار استجال كبير هذا بهالموضوع. بس نرجع حق نقطة، أول شيء شنو موضوع السيادة؟ قانون الجنسية وقانون الجنسية وأي قانون يدش بأمن الدولة هذا يخضع للسيادة، يعني ما يحق لا السلطة القضائية أن هي تتدخل فيها. طبعا احنا نشوف وايد محامين يرفعون قضايا ويلا كسبنا أحكام ورجعنا الجناسية، وهو بالحقيقة مو القضاء. اي مو القضاء، ما لأي سلطة القضاء لا سحب ولا ترجع. إيه يعني هو الناس تسأل شنو هذا موضوع سيادي ما نقدر نرفع قضية. موضوع سيادي أي موضوع خاص بالجنسية وأي موضوع خاص بأمن الدولة، وموضوع الجناسي اللي الحين قاعد نشوفه يعني إذا هذا مو أمن الدولة شنو أمن الدولة؟ إحنا ما قاعد نتكلم ترى على مواطنين نبي ناخذ جناسيهم، لا، إحنا قاعد نتكلم على جنسيات مختلفة، ما راح أقول جناسي معينة، مختلفة يوهني وزوروا واكتسبوا مميزات جدا كبيرة بناء على التزوير هذا. نعم. زين، التزوير هذا يعني أعطاهم مميزات ودحرونا. اليوم دحروا المواطن الكويتي. الأرقام اللي وصلت أنا أعتبرها أرقام فلكية، يعني العدد وصل فوق 100,000، مو شوية. إيه، أنا أمس قاعدة أسمع رئيس مجلس الأمة سيد مرزوق الغانم، كلامه كان جدا جميل، يعني تكلم من ناحية فعلية وعملية. بالنسبة أول شيء العدد هذا اللي هو 100,000، 100,000 شوف من أي سنة وهل تكاثروا واللي زوروا زيادة وعيالهم وإخوانهم. يعني هو طرح كذا قضية بالنسبة حق موضوع الجناسي. يعني أنا بالمكتب عندي تيلي قضايا، تيلي واحدة تقول لي أنا والله أخوي مسجلني أني أنا ولده بنته على اساس ياخذ مميزاتها وياخذ كذا وكذا وكذا وكذا. طبعا كلامه شنو كان قاعد يقول؟ قاعد يقول في تقادم بالنسبه للجريمه الجزائيه على اساس انه شنو اذا تم التزوير بهالسنه بعد 10 سنين من وقوع الجريمه تسقط بالتقادم. فهو ما يبي قاعد يعني قاعد ينصح الاعضاء ان احنا ما نبي ان الحين نغير قانون الجنسيه الا لما ننظف هالملفات اللي موجوده اللي فيها التزوير وتغيير بالحقائق. يعني هذه المشكله. فكان في اشخاص قاعد يردون عليه قاعد يقولون لان القانون الاداري ما في تقادم. لا بالعكس، هم القانون الاداري ايضا في تقادم، ولكن التقادم يبدا من سقوط الجنسيه. يعني فإذا هم سحبوا الجنسية بسبب جريمة التزوير وراح القضاء الإداري فهو راح يكسب التقادم. أستاذة مريم، ما في بهالحالة أنه يتخير هو بين الجنسية اللي زورها أو الجنسية الأساسية اللي كانت عليه هو؟ لا، هو ما يتخير، لأنه هو على طول أنت لما تكون مزور راح تتشكل ضدك جناية تزوير، عقوبتها توصل ل7 سنين، بعدها تسقط كل التبعيات اللي أنت ماخذها. يعني ساعات يكون المزور الجد، فتخيلي الولد والاحفاد كلهم ينضرون طبعا. ومثل ما قال مرزوق الغانم، ما ادري اذا شفتوه، بس انه قاعد يقول انه قاعد ينحاشون اصلا لان عندهم جناسي ثانيه. طيب استاذه مريم، اليوم ما في حالات ظلمت فعلا؟ وقع عليهم الظلم؟ شوف، انا حاولت اني ابحث، ما راح اقول ان في ناس وقع عليهم الظلم، بس اقدر اقول ان 95% ان اداره الجنسيه والجوازات ما قاعده تحيل اي ملف مشبوه، حتى لو عليه 1% شبهه، ما تحيل على طول النيابه. اول شيء تروح حق مدير النيابه اللي هو محمد بن شيبه، بعدين مدير النيل الجنسيه، بعدين مدير عام الجنسيه العميد يوسف سنين، بعدها للشيخ اللواء مازن جراح، بعدين للشيخ. شفت هالترتيب هذا كله؟ هذا الترتيب كله يعني مو فرد واحد اللي قاعد ياخذ القرار، عده افراد. بعدها يحلونها للنيابه. 95% من القضايا او الاحكام اللي صادره بالادانه، ما في براءه. شوف تقرير الحين عن اعضاء مجلس الامه بين المؤيد والمعارض. يلا.
من واجبنا أن نعمل على تعديل هذا القانون حتى نمكن المواطن الذي تضرر أن يلجأ للقضاء. إن القانون مفصل تفصال، لكن أنا برأيي الخياط ما هو شاطر. يكفل للمواطن ويحصن مواطنته. شنو هالاستقطاب الفئوي؟ شنو هالاستقطاب القبلي العصبي العنصري اللي شفناه في 3 أسابيع اللي فاتت؟ هذه حقوق يفترض أن تمنح للمواطن الذي يتعرض إلى قرار غير صائب أو خاطئ أو ظالم. مزورين وأرقام، وتذكرون ذاك الاستجواب، والشكر موصول لوزير داخلية سابق لما فتح معاي الملف وقال لي نفتحه. وهذه التعديلات تحصن المواطنة من أي إجراء خاطئ أو ظالم أو متعسف. يعني هالمزورين إذا أكثر من 10 سنين باكر بيروح محكمة، المحكمة تقول مالي شغل، تقادم، خلك، هذا اللي تبونه؟ رجعنا بعد التغريد والتعريض، كان شائك يعني بين صفة مؤيدة ومعارضة. شفنا النائب صفاء الهاشم والنائب دكتور محمد هادي الحويلة، هم بعد موضوع كبير. انت شلون شايفه؟ يعني شوف، امس قاعد اشوف بتويتر الشارع الكويتي كله شايش على موضوع انه هل نائب قبلي، هل نائب طائفي، وقاعد يعني يتهمونهم. قلت بشوف الجدول بالنسبه حق الاعضاء المعارضين والموافقين، مختلطين بين حضر وشيعة وسنة وبدو، يعني ما في طائفة معينة أو قبيلة معينة وافقت والباقي رفض، مختلطين، يعني كل واحد عنده فكر معين حق هالموضوع. أنا أيد فكرة أنه يعني يتم أول شيء تصفية موضوع التزوير اللي موجود، مثل ما قلت هو 100,000 يقول السيد مرزوق الغانم. صحيح. يعني 100,000 مبلغ وايد، رقم وايد كبير، هذيلي لو تحيلهم أنت بروحة للمحكمة أنت قاعد تكلف الدولة قضايا. نعم. قاعد تكلف الدولة فلوس من رواتب. نعم. قاعد تكلف الإسكان أراضي. نعم. قاعد تكلف الشؤون مساعدات، يعني هذا كله ثقل 15 سنة على ما يكفي، ثقل ثقل على الدولة. لازم احنا خل نرد فلوسنا حقنا عشان حتى بهذه القضايا التزوير. نعم. تشوف الفتوى التشريع لما تي طالب بتعويض، طالب مبلغ كبير، لأن هذا اللي قاعد شوف هو وعياله وأجيال إيش كثر خذوا من الديرة. نعم. ومو بوجه حق يعني. فقاعد أشوف المعارضين والمؤيدين إنه خل، أنا أيد السيد مرزوق الغانم إنه خل ينطرون شوي. مع إنه أنا ما بقوله بشخصي، بس إحنا شوية كمحامين نرفض شوية إن تكون الجنسية بإيد القضاء، لأن إحنا قاعد نشوف إنه في أحكام تصدر. طبعا احنا ما نشكك ابدا بنزاهه القضاء، نزاهه القضاء يعني خط احمر ما نقرب يمه، ولكن في دائما يكون في سلطه تقديريه حق المحكمه، فراح نشوف في حكم يصدر لصالح الشخص اللي سقطت جنسيه، هذا ضد هذا، يعني بالنهايه الكفتين ما راح اقول اللي هي متساويه، افضل كفه وزاره الداخليه لانهم ماشيين الحين عدل، لما بعد كم سنه يعني مو الحين، موضوع تعديل الجنسيه الحين جدا جدا مبكر، لان لاحظنا احنا وزاره الداخليه عقب ما تم اقرار قانون البصمه الوراثيه شفنا صار ضجه كبيره. اي وايد ناس خافوا انهم يلجؤون للبصمه الوراثيه، وايد اشخاص اعتقدوا انهم فعلا ما عليهم اي مشاكل، يعني لما تم احالتهم للتحقيق واعطاء البصمه الوراثيه راحوا بدون اي تخوف. شو اللي صار؟ جده يده عفوا ابوه هم اللي مزورين، فحتى ان الشخص اللي حسن نيه ما يدري طاحوا بمشاكل، ولكن الحين القانون البصمه الوراثيه تم تعديله. احنا عندنا اتصال بعد مهم مع الدكتور ابراهيم الحمود، استاذ القانون في جامعه الكويت. مساك الله بالخير. الله بنور وسلمك. كيف حالك دكتور؟ الله يسلمك. الله يسلمك. يا ريت تطلعنا اكثر على الموضوع اللي حدث البارح في موضوع تعديل قانون الجنسيه. اي نعم. هو بالحقيقه يعني في 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 في, دو في دوله الكويت. نعم. قانون انشاء الدائره الاداريه بالمحكمه الكليه، يعني نسميها جوازم المحكمه الاداريه، وان كان بالكويت ما في عندنا محكمه اداريه كامله، وانما عندنا دوائر اداريه من ضمن المحكمه الكليه، يعني ما عندنا احنا بالكويت نظام القضاء المزدوج، ما عندنا، عندنا قضاء واحد بالكويت، ما مو مثل الدول الاخرى مثل مصر وفرنسا في عندهم مجلس دوله هو القضاء الاداري، يعني
وقضاء عادي. احنا بالكويت في كل القضاء قضاء عادي، ولكن في عندنا دوائر إدارية. المهم ان يعني الدائرة الإدارية في قانونها رقم 20 سنة 81، هذا القانون في الحقيقة المعدل للقانون رقم 61 لسنة 82، حظر هذا القانون في المادة الأولى من الفقرة الخامسة، حظر على المحاكم النظر في القرارات المتعلقة في مسائل الجنسية وإبعاد الأجانب والموضوعات المتعلقة بدور العباد، قرارات دور العباد. هذه بالحقيقة الموضوعات الثلاث اعتبرها المشرع المجلس الأمة هو اللي صدر هذا القانون، وليس كما قال البعض أمس يعني في داخل مجلس الأمة بأن هذا مرسوم بقانون. المرسوم بقانون صح، المرسوم بقانون هو 21 لسنة 81، بعد ذلك عدل في سنة 82 بقانون. قانون هو الذي أضاف الفقرة الخامسة إلى المادة الأولى، وحظر على المحاكم الإدارية، على الدوائر الإدارية أن تنظر في قرارات متعلقة بالمسائل الجنسية. ومصطلح مسائل الجنسية في الحقيقة هذا المصطلح هو الذي يدور حول اللغط، هل مسائل الجنسية تعتبر من أعمال السيادة أو أنها قرارات إدارية؟ لأن في الحقيقة القضاء بشكل عام لا ينظر في الموضوعات التي تتعلق بأعمال السيادة، ويقصدون بأعمال السيادة هي تلك الأعمال التي تصدر من الحكومة باعتبارها سلطة حكم، لأن الحكومة عندها نوعين من الاختصاصات وهي تمارس وظيفتها. فأحيانا تصدر قرارات إدارية، هذه القرارات اللي تنفيذية تنفذ فيها وترتب فيها كل شيء، وبالإضافة إلى في قرارات لها طبيعة ثانية نسميها إحنا أعمال السيادة تجاوزا، هي أصلا نسميها أعمال الحكومة، بس يعني تعريبها عربوها عن اللغة الفرنسية، هي بالفرنسي اسمها أكت غوفرنمون، يعني أعمال الحكومة. فعربوها يسموها يعني أعمال السيادة. هذه الأعمال في الحقيقة هي الأعمال ذات الطبيعة السياسية التي تتعلق بكيان الدولة من ناحية، وتتعلق بهوية الدولة، تتعلق بالعلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتتعلق أيضا بالعلاقات الدبلوماسية. هذه الحكومة تتعامل فيها باعتبارها يعني سلطة حكم وليس سلطة تنفيذية، وهذه الأعمال محظورة على القضاء العادي بأن ينظرها، لأن الباعث عليها يعتقد المشرع أو المشرع يرى بأن الباعث عليها هو باعث سياسي، والقاضي هو رجل قانون وليس من المحبب، وليس من يعني المنطقي أن يتدخل القاضي في مسائل سياسية. القاضي رجل قانون مثل ما قلنا. فإذا المسائل المتعلقة بالجنسية هل هي من أعمال السيادة أو ليست من أعمال السيادة؟ في الحقيقة أعمال السيادة ليست أعمال تشريعية، بمعنى أنه مو المشرع يقول ما يعتبر عمل سيادة، ما هي الأعمال السيادة وليست أعمال سيادة، هي في الحقيقة هي أعمال قضائية. يعني القاضي هو الذي يقرر ما يعتبر عمل سيادة ولا يعتبر عمل سيادة. يعني القضاء هو الذي شكل نظرية أعمال السيادة ويبعد موضوعات معينة من نطاق اختصاصها، ويعتبر بأن هذه المسائل سياسية ما يتدخل فيها. إذا أتينا لمسائل الجنسية في دولة الكويت، فالنص واضح وصريح في الفقرة الخامسة من المادة الأولى، استبعد القضاء من بسط سلطانه وهيمنته على مسائل الجنسية. فهذا المسائل الجنسية الحظر الوارد عليها هو حظر تشريعي، سواء احنا قلنا أعمال سيادة أو ليس أعمال سيادة. في دولة الكويت في الحقيقة القضاء الدستوري الكويتي. طيب دكتور، يعني قبل النقطة وصلت عندنا وصارت واضحة، نشكر مداخلتك دكتور إبراهيم الحمود أستاذ القانون العام في جامعة الكويت. سمعنا الكلام والدكتور استرسل في كثير من المواضيع. ترى أنا طالبته. يعني الدكتور إبراهيم ما شاء الله هو متخصص القانون العام، ومتخصص ايضا بقانون الجنسيه، عنده اكثر من بحث، تكلم عن موضوع السيادة الجنسيه وان القضاء ما يحق لانه هو يعني في حالات معينه انه هو يمسك موضوع السياده. يرجع نفس النقطه اللي احنا كقانونيين نعرفها، ان اعمال السياده ما يحق للدوله او القضاء انه هو يحكم فيها. في يعني خلينا نقول عتب على بعض الزملاء المحامين الفتره اللي طافت، انهم طلعوا وصرحوا ان في احكام اصدرت وان القضاء صدر احكام بموضوع الجنسيه، والموضوع طبعا ما كان ابدا كذي، ولكن ممكن نقول انه هو اليوم وصل الموضوع مو بس انه صدر قانون او صدر حكم القضاء، في ناس وصلت الموضوع الى الجهات الداخليه، يلا نفذ هذا حكم، نفذ. بالضبط. هل هذا الكلام غير صحيح؟ هذا شوف خليني اقول لك، قبل كان تصدر احكام، واذا اخذت الحكم رحت اداره الجنسيه والجوازات، الاداره مجبره ان هي تنفذ الحكم، ولا تصير في اجراءات معينه ضد وكيل وزاره. الحين
في احكام صادره باسم صاحب السمو وإدارة الجنسية والجوازات ترفض تنفيذها إلا إذا تم إحالتهم إلى البصمة الوراثية. هني الناس تختفي بس ما يكملون ما يسوون إجراء البصمة الوراثية، لأن هو يدري. أنا مساعد قاعد أقول لك قانون الأحوال الشخصية، إذا جاء الأب واعترف أن هذيل الأبناء أبنائه، فبناء على قانون هذيل أبناء الفراش فيتم تسميتهم بهذا الأب، حتى لو كان بينهم بالولادة شهرين. وعندي أنا حالة شهرين بينه وبين أخوه راح ينفذ صدر لحكم بأنه هو ولد هالأب هذا، والأم واحدة، والأم واحدة يعني شو ولدت هالشهر وشهر بعد شهرين أي، وصدر حكم إدارة الجنسية ما ربطت. أستاذة مريم راح نشوف هذا التقرير مع الأستاذ عفوا مع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، ونرجع معكم مرة ثانية. هذه حالة واحد مزور، وحيث أن وقع الدعوة حسب ما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها، تتحصل فيما جاء بأقوال ضابط الواقع فلان الفلاني ضابط مباحث الجنسية والجوازات، واللي حيي أكبر تحية، من أن تحرياته السرية دلت على قيام المتهم الأول فلان الفلاني كويتي بالادعاء زوراً لدى الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر بأنه أنجب ابن يدعى فهد، فتمت إضافته بملف جنسيته بتاريخ 27/11/1999، وذلك على خلاف الحقيقة والواقع. وقد دلت تحرياته أن المتهم الأول أقدم على ذلك تمهيداً للمتاجرة بالجنسية الكويتية، ووجد ضالته عند التقائه بالمتهم الثاني فلان الفلاني سوري الجنسية، واتفق معه مش الأول ها؟ واتفق معه على أن يمد ابنيه المتهم الثالث فلان والرابع فلان بالمستندات الكويتية ليصبح المتهم الثالث والرابع، وذلك مقابل مالي. وهذه تحريات المعاهد 10,000 دينار على كل شخص يضمه. المتهم اللي انصاد اعترف، طبعاً الكويتي والسوري المزورين انحاشوا، والأبناء اللي كبروا انحاشوا، صادوا واحد اسمه محمد اللي انضاف بالدفعة الثانية. شو يقول محمد بالتحقيقات؟ أنكر ما نسب إليه، يقول أنا مو مزور، وأضاف بأن المتهم الأول هو والده بالتبني الكويتي أبوه شنو بالتبني، والمتهم الثاني سوري الجنسية هو والده الحقيقي، وأنه يقيم مع الثاني والده الحقيقي، وكان يعتقد منذ الصغر أنه كويتي الجنسية بالتبني. بعد إثباتات أكثر من كذي، أستاذة مريم هذا كلام كبير وخطير نفس اللحظة. أكيد وصلت 10,000 الجنسية بالضبط، وأكثر من 10,000، أكثر من 10,000. أنا حتى وأنا أشوف التقرير يمكن قاعد أشوف تواريخ سنة 99 يعني صارت الازدياد في هذه المشاكل ما بعد التحرير. المشكلة قبل الغزو يعني ما راح نقدر نتحكى، لأن الملفات كلها انعدمت، وبفترة الغزو صار التلاعب طبعاً، ولا كان في بصمة وراثية لا في مستندات ما في ولا شيء، فهني كان في تلاعب. بس الحين يعني ضاعت الأمور، يعني ممكن كانوا أثناء قانون البصمة الوراثية كان ممكن أنهم يشوفون هالشخصيات. بس أنا كنت أبي أرد على التقرير. أول شيء مشكور سيد مرزوق الغانم أنه نزل على المنصة، تنرفع له القبعة تحية على الموضوع، وانه هو حل الخلاف. يعني احنا لما نروح نصوت ونوصل هالشخصيات ما نبي يكون في خلاف بينهم طائفي او قبلي او شخصي واحنا نقعد متفرجين. يعني انا ابي الاعضاء يخدموني كقانون كشغل كتنمية، ما أبي يكون في خلاف. فحلو أنه هو نزل من المنصة وكانت بداية حديثة أنه ما في طائفية ولا في قبلية بين الأعضاء، وأيد أن موضوع الغاء أو عدم خلينا نشوف التصويت على القانون أنه هو بدأ بأمثلة واقعية موجودة، أجل موضوع تطبيق هذا القانون إلى بعد ما فعلا يتم تصفية كل القضايا هذه وإحالتها للنيابة. لأن وفي نقطة جدا مهمة قالها أن موضوع التزوير يسقط بالتقادم بعد 10 سنوات. نعم. وأنا مثل ما قلت هو إذا سقط بعد 10 سنوات يعني كل الأشخاص اللي زوروا مثل ما توا قاعد تقول بال95 أو قبله هذي خلاص راح تروح عنهم التهم والجرائم، وتفضلوا حياكم الله بالكويت. نعم. أكلوا من خيرها. وفوق كل هذا
يعني ما يخالف، انا ما راح اقول ان هذين الاشخاص ما صار عندهم انتماء، يمكن صار عندهم انتماء، ولكن ما ننسى ان في نفوس ضعيفه، والاحداث السياسيه والارهابيه اللي قاعد تصير بالمنطقه واضحه، يعني ان لو كنت انت بنت ولد هالديره النفس الضعيفه يعني تامرك بالسوء، فما بال اذا اشخاص اصلا مو عيال. طيب في سؤال مهم بس قبل لا نختم، اليوم الشخص الاساسي كويتي الجنسيه فعلي اي مو مزور اي في حالات صح أي. هذا شنو وضعه؟ هذا اذا هو ما ثبت انه هو فعلا مزور قد يكون شريك بالجريمه، قد يكون هو فعلا مزور، لان انت جريمه التزوير شلون تكون؟ بانك انت يا زورت محرر بايدك او انك ادليت ببيانات كاذبه، فلما يجي هذا الكويتي ويقول فلان من جنسيه فلانيه ولدي، انت المزور الاساسي يعني، والباقي كلهم شركاء. توصل عقوبة التزوير بالمحررات الرسمية لـ 7 سنوات سجن وجناية مو جنحة، بالإضافة إلى التعويض اللي بياخذون تأخذ الدولة ترد الفلوس اللي كلها انهدرت هذه طول السنوات اللي طافت، يعني هم ثقل يعني مو موضوع جدا هين، فالمفروض انه يتم حزم بهالموضوع، واحنا كمواطنين ما نفرح بتعديل قانون الجنسية، خصوصا ان احنا قاعد نشوف جريمة مشهودة قدامنا بالتزوير ونسكت عنها. يعني المفروض ان نتحرك ونشكر وزاره الداخليه على المجهود اللي قاعد يسوونه، والقانون الاقتراح بالقانون هذا قاعد يتهم وزاره الداخليه انها مقصره او انها قاعد تحيل اشخاص يعني بريئه الى النيابه العامه. اللي هو الشيخ محمد الجراح دور كبير جدا طبعاً في هذا الموضوع. طبعا جميعهم محمد بن شيبه مع حفظ جميع الالقاب، طبعا يوسف سنين والشيخ مازن الجراح وايضا وزير الداخليه. احنا وصلنا لختام الفقره، احنا يوم ضيوف عندك ولا انت ضيفه عندنا؟ ما ادري كيفكم. لا شوف انا اختم وهذا ما احبها، خليكم انا ضيفتكم الحين. خلاص نطلع فاصل ومكملين ان شاء الله.